الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم أخواني الكرام، معكم أخوكم عبد الغرام، كتاب جديد من دروس نداء الحرب، وهو سلسلة دروس محافظة على سلام القلب والدفاع عن الأطراف وتعلم لعبة نداء الحرب. نبدأ بأول شيء، وهو درس الدفاع عن الأطراف. أولا تقوم ببناء جنود، أي جنود يعني، كذا شكل تجنهم، تضغط على ضغطتان على الشيء الذي تريد. يعني عندي مثال، أنا هنا عندي المشاة، أريد أن أحدد كل المشاة الموجودين في الأرض، أضغط ضغطتان على أي جلدي. هنا في حال هجم علي أي أحد وكان مثال هنا الجنودي، هنا تخرج على أي من هنا الجنود، يعني في حال أنك تستطيع حالهم يجوا ويقتلونه. هذا مثال يكونوا هنا نفس الشيء، لكن يقاتلون ويرجعوا لمكانهم الأصلي. هنا يظلوا متمركزين في يعني محلهم ويضربون كذا الشكل، لكن انا انصح بهذا الضد بهذا الشكل وكذا. هنا ايضا تطور يعني كل الجيش بهذا الشكل الزاوي، وهنا اضعهم عفوا، لكن كان احد اصدقائي يتصل في بي على يعني الفيسبوك فيديو. المهم نكمل، هنا عندي الدفاعات، بني الدفاع وانزل الدفاع المقصود مثال هذا. الان اطوله، قم بتطوير استخدم المياه كذا. هنا عندي برج الراجلات وبرج المدفعية، هذول أول يعني التطوير الثاني، قم بتطوير يعطيك إياها مجانية. هنا قد انهيت هذه البلاد، عندما يعني تصير تحت الخمس دقائق يعني ممكن تنهيها ببلاش. هنا عندي يعني 15 دقيقة لتصور هذا برج الرجل، مهم في ذلك. انا الان راح يعني اسوي الشيء اللي يعني ما يستفيد منه العدو عندما يهجم علي، مثلا يعني هذول كلهم ما يستفيد منهم، يعني لكن انا اقصد، لكن هنا ما يستفيد منهم، يستفيد من هذا. انا كيف اقرب يعني ادعو يعني اقرب اضع الدفاعات حول الأرض، يعني هذا المثال، وأضع كل ما عندي من حائط في المباني، ثم الدفاع وحائط، استخدم موارد بهذا الشكل، واستخدم موارد تطوير، استخدم موارد وأطورهم كلهم، لي يعني بحيث يصيروا كلهم حوالين القاعدة والنفط والحديد، أو ممكن أن تجعله حول الأرض كلها. يفضل حول الأرض، لكن يعني إن أحسنت حول هذا يعني. الآن إن شاء الله يكون الدرس الأول قد يعني أنهى، وإن شاء الله يعني يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.